نعم سيدي. أنا مو من الصحفيين اللي بيكتبوا المقال أو التحقيق وبيديروا ظهرهم اللي بيمشوا. أيوة. لا أبداً، أنا المعروف عني إني متابع ولجوج وعنيد، يعني بضل ورا المشكلة لحتى تنحل، لأني أنا ما بنشر لأجل النشر وبس، أنا بنشر لأجل الإصلاح أولاً وأخيراً. إيه ونحن مشان هيك قصدناك يا أستاذ، وبصراحة يعني خلينا نحكي بصراحة، قالوا لنا مالكم غير الأستاذ هشام مدماك حتى يحل لكم مشكلتكم، وزاويتك هي شو بسموها المفرفة المصيدة المفتوحة. مزبوط. إيه كل المسؤولين بيقضوها، بيقضوا أحيانا إذا فضيوا بيقضوا، وهالشي من حظنا طبعا. مزبوط، أنا زاويتي مقروءة أكتر شي، وعلى وجه الحصر بتجي بالمرتبة الثالثة بعد الكلمات المتقاطعة وأبراج الحظ، واللي قالوكن هالحكي ما كذبوا خبر. وقالوا لنا كمان إنه حضفتك يلي ذكرت تذكيط حتى تحل مشكلة العواميد بكثث العواميد. إيه نعم، بلا فخر أنا. وسمعنا كمان إنه أنت حضرتك باسمك الكبير أول من نبه إلى خطر شفط مياه سهل الزبداني وجذل العاصمة. فعلاً، ليك الآبار رشفت والشجر بلش يباس. عظيم جداً، معناها نحن مشكلتنا كتير صغيرة قدام هالمشاكل الكبيرة يلي عم تتصدالها أنت، يعني بإذن الله شغلتنا من أفا إيدك بتنحل، ليش لحتى ما تنحل؟ يا سيدي إن شاء الله، بس قل لي هلأ شو المشكلة؟ هذا يا سيدي من مدة 3 شهور تقريباً اجتنا على الحافة، حافة العوامة تبعنا، وفشة التصليح مضري لمين تابعه مضري، وحففت لك جوفة. أما شو جوفة؟ جوفة كبيرة كتير مضري، شو صلحت فيها وتركتها منكوتة ومشيت، وهذا وش الضيف، وهالجوفة لساتها فاتحت لك تم على آخره مثل الغول، والفايح بيوقع فيها والجاي بيتفركش فيها، ونحن نشف دمنا من الركض من محل لمحل، ونحن عم نراجع بشأنها بس ما استفدنا شيء. إنه نستفيد شيء ما استفدنا، يعني كأنه عم تصرخ بخابية. وهي عريضة احتجاج ونداء استغاثة من أهالي حافة العوامة، فيها 100 توقيع وعلى ذاسهم توقيعي أنا مختار الحافة. بقى شو بتشوف علينا؟ شوف نحن بأنظرك. هي شغلة بسيطة ولا يهمك عم يا ابو سعيد، اعتبر الموضوع منتهي، بس بدي اياك تشرف معي حتى عاين الجورة بنفسي واطلع علي بشكل ميداني اذا بتريد. ليش لا، ما في مانع ابدا. بتحب تروح هلا؟ يا ريت. تفضل. يلا. دايما قهوة. صحة وهنا. يا الله. هلا هي هي الجورة؟ افتكرتها أكبر من هيك؟ إيه هيك صاف وما خلصنا. طيب ليش ما بتتساعدوا علي وبتطمروها وبتخلصوا من هالشغلة؟ الله يكبر مقدارك يا أستاذ هشام، حدا بيستفجي يفضم شي للحكومة؟ جوفا حففتها الحكومة، مين بيستفجي يفجع يطمضها أو يفدمها؟ الشغلة فيها مخاطبة ولا ما فيها؟ صحيح معك حق، أملاك دولة هي، على كل حال اطمن واعتبر الموضوع منتهي بإذن الله. الله يخلي لنا اياك ويزيد ادبك ويكبف مقدارك. ذوح الله لا يفدك خايب، الله معك، مع السلامه. بالحقيقه انا حبيت اخذ رايكم بالموضوع قبل ما انشر اي شيء، لحتى بكره بعد النشر ما تلوموني وتقولوا لي ليش ما شاورتنا. وهي الصور بين ايديكم، وهي العريضة مقدمة من كل أهالي الحارة. أستاذ هشام، نحن عنا علم بالموضوع كله ومقدرين تماماً معاناة المواطنين بحارة العوامة، بس بصراحة موضوع ردم الجورة طلع من إيدنا، يعني ما عاد من اختصاصنا. ليش؟ مو أنتوا البلدية؟ وهذا الشيء مو من صلب اختصاصكم؟ يعني إذا كانت البلدية ما فيها تردم الجورة، مين في يردمها لكان؟ هالجورة هي بالذات مو للبلدية، هالجورة للهاتف. طبعا كمان مو مشكلة، يعني نحن بنقدر ننسق مع الهاتف، بس مع مديرية الآثار
التنسيق صعب شوي. ليش شو دخل مديرية الآثار؟ راح أحطك بالصورة. هالجورة حفرتها مديرية الهاتف لتمدد كابل أرضي، وبالصدفة لقى المهندس المشرف على الحفر إدن جرة، شك بأنها تكون أثرية، قام وقف الحفر وعرضها على خريجي الآثار الموجودين عنا بالمحافظة. إيه وشو قالوا؟ اختلفت الآراء. شي قال إنها بيزنطية، وشي قال بترجع للعصر الروماني، وشي قال بترجع للعصر الحجري. يلا وكيلك حيرونا. المهم بعدين شو عملتوا؟ حولناها بشكل رسمي لمديرية الآثار. قامت مديرية الآثار حجزت على الجورة لتطلع نتيجة التحليل السينوغرافي ليعرفوا إذن هالجرة شو أصلها. طيب والجورة؟ معقول تضل هيك لتطلع نتيجة التحليل؟ الناس عم تتفركش فيها. ولا يهمك، هالمشكلة هي ممكن تنحل. يعني من غير المعقول إنه نترك المواطنين يسلتوا بالجورة ونحن نقف مكتوفي الأيدي. هيك ها، الله يبارك فيكم. وشلون رح تحلوا المسألة مبدئياً أستاذ؟ نحن مبدئياً رح نعين حارس على الجورة منشان ينبه المارة لوجود هالجورة حتى ما يسلتوا فيها، وهذا الموضوع من صلب اختصاصنا. شلوني معك؟ شلون؟ حارس؟ ألو؟ أيوة، هشام عم يحكي. أهلا أبو سعيد، خير؟ شو هالحكي؟ على علمي عينوا حارس على الجورة. إيه مزبوط، بس الحافز عم يهذب، بداوي من 3/4 ساعة باليوم بعدين بيفذكا. ما حلو يتعود على الهريبة، لسه من يومين تعين. وليش لحتى ما يهذب؟ طالما ما حدا عم يسأله ويذاقبه امتى بيذوح امتى بيفجع. بسيطة بسيطة، شو أخبار الجورة؟ يا سيدي الجوفة مبافح وقعت فيها حزمة. ماذا يعني؟ ماذا مستوفة؟ وقعت وانكسفت إجذها. ايه جينا بدنا نسعفها، ما كانت تجي سيافة الإسعاف، ضلينا ننتظف بعدين ملينا من الانتظار. جينا بدنا نسعفها بطفطيفة، ما لقينا الطفطيفات. ايه والله اسعفناها بهونداي. هونداي؟ لا، هذا الموضوع ما بيسكت عليه ابدا. مو هيك استاذ؟ طبعا لازم نلاقي حل لهالقصة. والحل برايكم شو بيكون؟ المفروض كل مواطن بيسلك بالجورة على قليل يلاقي سيارة تسعفه. على كل حال بسيطة، أنا إلا ما لقي الحل. وشلون بدكم تحلوها أستاذ؟ أول شيء منشان الحارس اللي عم يهرب رح نعين له مراقب دوام يضبط دوامه على التكة. عنا مراقبين كتار، ممكن نستغني عن واحد. هي أولا. ثانيا رح نبعت كتاب لمديرية الصحة منشان يفرزوا لنا سيارة إسعاف وممرض لموقع الجورة. بهالصورة هي أي مواطن بيسلك بالجورة راح ينتقل بسيارة الإسعاف وعلى جناح السرعة. شو رأيك بقى؟ تحلت ولا ما انحليت؟ لا تقولي ما انحليت، حلت. إيه إيه طبعاً انحلت. بدي اشرب شاي معنا. يا الله. معك حق يا استاذ هشام، نحن المفروض نفرج عن الجورة باسرع وقت ممكن، لان اكيد سببت ارباكات كثيره للاخوه المواطنين اكثر ما تتصور، والمحافظه ما بتقدر تردمها قبل ما تخلصوا دراساتكم. يا ترى مطوله دراساتكم؟ لا مو مطوله، بس لحتى نلاقي ابن الجرة.
ليش وين عند الجراح؟ ضاعت يعني؟ لا، شو ضاعت انت الثاني؟ ما في شيء بيضيع عنا، بس من الجائز تكون منتوره بالمخبر هون او هون. وين بدها تروح يعني؟ على العموم اطمن استاذ، شغلتك بسيطه ومحلوله. بترجاك استاذ، هي مو شغلتي الي، هذا موضوع عام مو موضوع خاص. عام خاص ما في مشكله، انت بس ادعي لنا حتى نلاقي اذن الجره بسرعه. خوش هو البحث جاري على قدم وساق، واستنفرنا نص الموظفين وموظفات المديريه ليدوروا عليها. قال بترجاك طمن لي المواطنين بحاره العوامه وقول لهم الموضوع قرب ينتهي. المهم انهم ما يضوجوا. قزوز برد، برد القزوز، قزوز برد، برد القزوز، قزوز برد. تعا تعا بيع قزوز، تعا تعالوا. حاضر. باردين؟ باردين. منين جايبهم انت؟ من البراد. افتح لنا تنتين. حاضر. تفضل استاذ هشام. سلمون. شري. يعطيك العافية. قديش حقهم؟ 25 ليرة. تفضل. معوضين. راجع لك. ايه ارجع خذ الفواضة. يا عمي ابو سعيد، شو اخبار الجورة؟ شوفت عينك، صافوا اربع خمس موظفين قاعدين ليل نهار، لا شغلة ولا عملة، قول مبابح اشتغلوا. ليش شو اشتغلوا؟ طلعوا سيارة يلي وقعت بالجورة. وقعت فيها سيارة امبارح؟ ايه نعم، يمكن الشوفير ما شاف الجورة، ما لقى حاله الا متفركش فيها. هي فعلا ما تبين، لأنها قريبة على الكوع. معك حق، معك حق. المفروض يكون في شاخصة مرورية عند الكوع، لأنه الشوفير لما عم يلف الكوع بسرعة عم يلاقي حاله وجها لوجه مع الجورة. هذا اللي عم يصير. أستاذ هشام اطمن، من بكرة بتكون الورشة هنيك. ورشة ردم الجورة؟ تركنا هلا من ردم الجورة. راح أبعث لك ورشة مشان تزرع شاخصة مرورية عند الكوع، وتدرس إمكانية زرع شاخصة ضوئية وتفريغ شرطي مرور مع الموتورسيكل للمنطقة. شلوني معاك؟ فعلا اجتهاد بمحله. يعني شو بدهم المواطنين احسن من هيك خدمات؟ الله يعطيكم العافيه ويخلي لنا اياكم. خاطرك. الله يعافيك. مع السلامه. مرحبا استاذ. اهلا اهلا استاذ هشام. اهلا. طمني، ان شاء الله لقيتوا اذن الجره؟ ايه الحمد لله التقيت. بقى بدي منك تطمن لي جميع المواطنين بحاره العوامه بانه المشكله شارفت على الانتهاء. وين لقيتوها يا ترى؟ يا عمي قلب هالموظفين اكثر ما هو معمي. تصور انها راحت بالغلط على متحف حلب. تصور. ولحد هلا لساتها هنيك؟ لا، شو هنيك؟ بعتنا اربع موظفين وسياره بمهمه عاجله ليجيبوها من حلب وياخذوها على التحليل فورا. وان شاء الله خلال يومين بتكون النتيجه هون عندي على المكتب. انت بس اطمن وطمن لي سكان حي العوامه، ولا تجيبوا معدلنا بالصحافه. حاكم انتم الصحفيين بتخوفوا. ماشي الحال، بالاذن. مع السلامه. Kalabi, 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 Kalabi,
أنا شايف إنه المنطقة عم تتحسن كثير. بالفعل، وهذا يمكن من حظ أهل الحارة. مشان هيك نحن عم نفكر جديا ببناء مؤسسة استهلاكية، وفي توجه لإنشاء حديقة عامة. عظيم، ممتاز كثير. وقريبا رح أقدم مشروع لاستكمال تنوير المنطقة كلها بالكهرباء. يا سيدي الله ينور عليكم، بالحقيقة ما عم تقصروا، عملتوا اللي عليكم وزيادة. بس شو أخبار الجورة؟ مصيرها تنردم، رح ننسق مع بقية الأطراف، ما في كلام. طمني أستاذ، إن شاء الله طلعت نتيجة التحليل. إيه نعم، طلعت. طمن وطمن لي المواطنين بحارة العوامة. عظيم كتير، وشو النتيجة؟ النتيجة نيجاتيف. شو يعني؟ يعني إذن الجرة يلي لقوها بالجورة مو أثرية، إذن عادية جدا مثل أي إذن جرة تانية موجودة بالبيوت. والجورة؟ الحقيقة نحن ما عاد إلنا الشغل فيها، وبعتنا كتاب للمحافظة بهالخصوص. يعني المحافظة بتقدر تردمها؟ شوف أستاذ، إذا ما في أي جهة رسمية تانية إلى شغل بالجورة، بتصور إنه موضوعكم منتهي. بقى لطمن وطمن لي أهالي حارة العوامة. عظيم كتير، هي على الحساب، توقعت العفيضة من أهل حافة العوامة كلهم. أبوك وينه؟ بالدكان. عظيم، رايح لعنده حتى يوقع. خوش ما صفي غيره. ليش أنت بدك تقدم العفيضة؟ بكفى بوشي لعند الأستاذ هشام حتى ينشب لنا إياها بجفيدة نيسان. سلام عليكم. الله معك يا أبو سعيد. تفضل. مرحبا أستاذ هشام. أهلين عمي أبو سعيد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا أهلا وسهلا. اجيت بوقتك، في لك عندي خبر بفرح. وأنا كمان، أنا كمان إلي عندك طلب. شو هو؟ ها يا سيدي شوف، هي عفيضة فيها 100 توقيعها من أهالي حافة العوامة عم يناشدوا فيها المحافظة بعدم فتم الجوفة وتركها على حالها. شو هالحكي يا أبو سعيد؟ معقولة؟ متنا 100 موتة لحتى أخذنا أمر الردم، هلا مو أنتوا اللي طلبتوا برد الجورة؟ إيه، كنا عم نطالب، بس هلا لا، لا، اختلفت الصوبة هلا، هلا صافت الجوفة، باب رزق لكل أهل الحافة، ما شفت المنطقة. حديث المرايا.